فوريفر. لا شو سمعت الكلمة هذه؟ أوه لحظة لحظة. مش أحكيكم على الكور بتاع ديتوكس بتاع فوريفر. سينر. Let's do this. السلام عليكم يا أبطال ومرحبا بكم في بيزود جديدة من تونيزيا فيتنس أنتري. اليوم بيزود سبيسيال على الآخر. علاش؟ خاطرنا باش نحكيو على حاجة الناس الكل يستناو فيها. باش نحكيو على الكور نتاع السيناف نتاع الفوريفر. برشا فيكم يمكن تستعملوا الكور هذيا، برشا فيكم يخموا يستعملوا الكور هذيا ولا هل هي فعالة؟ هل عندها آثار جانبية؟ هذايا الكل باش نشوفوه في فيديو نتاع اليوم حسب مصادر علمية. كان أول مرة تتفرج فينا ما تنساش باش تعمل سبسكرايب واكتيف الجرس باش هكاكا يوصلك إشعار أول ما تهبط فيديو من الفيديوهات متاعنا. يلا دينا. قبل ما نبداو نحكيو على الريجيم متاع السيناف، يجيو نشوف البرودويت اللي باش نشريوهم شنو فيهم. بربشت شوية وحبيت نشوف مدى فعالية كل برودوي والمكونات اللي فيه. الأسماء رنانة وصحيا تنجم تكون عندها برشا فوائد على الجسم متاعنا، لكن هل هي فعالة في خسارة الوزن؟ يجيو نشوفوا هذا. نبداو بالبلب دالو فيغا. برشا فيكم راكم تعرفوها، وبازرك شفتها نهار من نهارات خاطرها موجوده برشا في النورث افريكا. الحاجه الباهيه انهم استعملوا الجيل اللي في وسط النبته هذه حسب كلامهم، خاطرني قريت حاجات كارثيه على البارتي الصفراء اللي ما بين الجيل والقشره البرانيه. لا اراك الله مكروه، تعاون برشا في تسهيل الطبيعه. ما عرفتوها واللي ماشي جاي على التواليت، هل انت مستحق لهذا؟ هل عندك مشكل او عندك امساك؟ ما نعرفش. بالنسبة لتأثيرها على الميتابوليزم، في دراسة قاموا بها على جماعة عندهم وزن زائد لقوا تأثير بسيط على نسبة الدهون وفعالية الأنسولين بالنسبة للجماعة اللي استعملوا الألوفيغا مقارنة باللي ما استعملوش، لكن هذا تأثير موش كبير واختلاف بسيط. نستحقوا أكثر دراسات لتأكيد المعلومات هذه. بروتين اللي هو مستخلص من السوجة، حاجة برك لازم تعرفها لهنا، اللي الواي بروتين يحفز البروتين سنتسيس اللي هو مسؤول على نمو الأنسجة العضلية مرتين اكثر من البروتين نتاع السوجا. حاجه مهمه برشا لهنا في الريجيم تاعنا ان نحافظوا اكثر ما يمكن على الكتله العضليه نتاعنا. نتعداو الفوريفر تيرم، نمشي طول نيوتريشن فاكتس. بحكم خبرتي المتواضعه في المكملات الغذائيه، اي منتوج كي تلقاه في السوق محطوط عليه بروبريتاري بلاند، دور وجهك واعمل روحك مريتوش. ماكش موجود، ماكش موجود. في زوز حرابش موجودين هاكم بالكل في جرام فاصل واحد، باش تلقى هاكم بالكل. سيريوزلي باش تشوف تحريك بربيش ديناموسا نتاع الجرين تي يلزم دوزاج على الاقل 400-500 ملي جرام. كيف كيف الجرين كوف باش تقول يعاون شويه، تي دوزاج محترم 300-450 ملي جرام. تخلي عاد راسبيري كيتونس، معظم الدراسات اللي عملوه ما عملوهمش على جسم الانسان، عملوهم على فيران، واللي لاحظوه اللي يلزم تكون الجرعه اعلى واكبر، واللي هي ماهيش حاجة عملية. معناتها نحلم كان في 1 جرام باش تلقى هذو الكل. نجيو تويكا للفوريفر لين، نلقاو فيه الكروميوم اللي هو من الأملاح المعدنية الأساسية، نلقاوه برشا في الماكلة متاعنا وخاصة الخضرة. الدراسات اللي شفتها الكل ما لقاوش حتى تأثير على الأنسولين ونسبة السكر في الدم بالنسبة للعباد اللي ما تعانيش من مرض السكري، وتأثير غير حاسم بالنسبة للعباد اللي تعاني من المرض هذا. لكن الحاجة الباهية فيه يمكن عنده تأثير إيجابي على عباد اللي تعاني برشا من الشهية المفرطة للحاجات الحلوة. اللي شد انتباهي في هذا الكل انه يقول لك ما فماش حاجة وضرورة انك تاخذ مكمل فيه الكروميوم مادام ما عندكش نقص في الجسم نتاعك. نجيو لبونتيا فيكيو سانديكا. تسمى صعيب هذيك تفكرتوها؟ نستاهلني الظلف يا سيما قال ها؟ والله نستاهلني. اللي تقلل من امتصاص الدهون من الماكلة نتاعنا وتزيد من كميته في البراز. فهمتوها ماو؟ معناتها قد ما اشتاكل دهون قد ما جسمك يزيد يخرجها مع البراز، وهذا نجم يقلل من السعرات الحراريه اللي باش ناكلوهم، ونجم يؤدي نقصان في الوزن، نجم يكون من الدهون كما نجم يكون من الكتله العضليه زاد. باش نكونوا صرحاء مع روحنا، النبته هذه عندها تاثيرات ايجابيه برشا على الجسم نتاعنا، لكن اللي يهمنا احنا في الفيديو هذه مدى تاثيرها على الوزن الزائد. دراسات كانت ماهيش طويله برشا، تقريبا 7 ايام، وهذا لصعوبه لمن البراز. تخيل روحك دونك جمعه ولا شهر وهم يلمولك في البراز نتاعك، الاكيد العينات باش تكون ماهيش مرتاحه، وهذا اللي يخليهم ما يعرفوش اسكو بعد وقت الجسم نتاعنا يتمرس مع الحكايه ويولي فما ادابتاسيون وتمييز. هذا اللي ما نعرفوش، دونك نستحقوا اكثر دراسات ودراسات اطول باش يعرفوا مدى تاثير النبته دي على فقدان الوزن. المهم في هذا الكل واللي زلنا نشدوه، كميه الدهون عندها علاقه كبيره بكميه الدهون اللي باش تخرج مع البراز. اش معناتها؟ قد ما تعطي لجسمك دهون قد ما باش يخرجها مع البراز. في الدراسات اللي عملوهم عطاهم 35% من السعرات نتاعهم من الدهون. ما نعرفش كيف في الريجيم تاع سينوف فما الحكايه هذه ولا عندهم نسبه معينه نتاع دهون يلزمهم ياخذوها،
ما نعرفش. نتعديو للوايت كيدني بين اكستراكت، الدزاج اللي حاطينه في اربع كبسولات اللي هو 445 ميلي جرام فوسيوليس فيلجاريس، ان شاء الله يكون اسم صحيح خاطر قلقني في حياتي حسيته حاكم مليونير جاب باش يمرجني في الفيديو هذايا والاسم صعيب بالسيف ما شديته. حسب examine.com يقول لك هذايا الدزاج اشطر ريكومونداسيون باش تشوف تاثير على امتصاص الكربوهيدرات واستهلاك السعرات الحراريه هذيا. معناتها رجعنا لها ناكلوا في حاجات باش تعرقل الماكل اللي احنا ناكلوا فيها. عاد علاش الخسائر مش كان ما ناكلش يولي اصلح؟ ايه نسيت، هذه داخل في البروغرام تاع النهار الاول والثاني تاع السينف. على اساس شنو؟ ايه على اساس ديتوكسيفيكيشن. هل بالحق الجسم نتاعنا يستحق نعملوا تنظيفه تسييقه اللي هي؟ هاو باش نشوف. الدراسات اللي شفتهم الكل ويمكن من اهمها تاع ساينس بيزد ميدسين تقول لك ما فماش منها الحكايه هذيا بدعه واحتيال يستعملوها لتسويق المنتجات نتاعهم، خاطر ما فماش حتى سبب علمي وادله طبيه على الحكايه هذيا. يا اخي مش في بالي عنا كبده اي وعنا زوز كلاوي زاد يظهر لي. يا اخي شبيكم يا ابطال؟ كان امورك لباس عليك في صحه جيده هما راضين بخدمتهم راه ما جاوش يشكيو لك. نفترضوا انت تاكل كان من الشارع، تاكل في برشا مواد دسمه ومستحضرات سامه، تتكيف وتسك زعما، اما اصلح زيد تصرف باش تنحي حاجات ما تتنحاش ولا تحاول تبطل وتنحي العادات السيئه في حياتك هذه وتتعدل نمط عيش هيلثي. نعتمد على الثكام تاعكم. تعرف هذه بالضبط كيفاش؟ عباره قلتك فما كيس من غاديكا باش تخلص فلوس، باش تصرف عليه، فيه حفر، فيه موم زرقاء، فيه كل شيء، فيه تنين، فيه ديناصورات، وماكش باش تتعلم. ونقول لك ايجا فما كيس ما تخلص حتى شيء يا معلم، ايجا مرحبا بيك جوست نحي العادات السيئه واكيد باش توصل. تقول لي لا، باش نمشي من غادي. ايه نسيت نحب نضعف، هاو نعرف برشا ضعف، اكيد باش يضعف، خاطر عبارة ومش ياكلوا في حد شيء تقريبا، والميزان اللي باش يخسروه الايامات الاولى كله ماء وجليكوجين مخزن في الجسم نتاعنا، وبعد الجسم نتاعك باش يخدم جهاز الدفاع نتاعو، يا معلم عبارة مجاعة حطيته فيها راك، باش يحاول يحافظ على النشاط نتاع الوظائف الحيوية نتاعو، يعني باش تخلص فلوس باش تجوع، ويمشي في بالك البرودويات هما اللي خلاوك تضعف، عاد نجوع روحي وحدي وبلاش مش خير؟ زعما كان هما البرودويات ينجموا نحيوا الجريس، علاش لازمني نجوع معاهم؟ ما اسالش روحك السؤال هذايا. بعد النهارين الاولانيين نتاع الرينيسياليزاسيون دو كور اي ديسبري، شكل كلام محلاه قداش رنان. كي سالتهم الكل قالوا لي النهارين الاولانيين رانا باش نتوفاو من الجوع وجيعة الراس والدوخة، من بلاصتنا ما تحركناش. بعد ما نتعداو النهارين الاولانيين نتاع الجوع، نطمنكم تعديناها الحمد لله، اما باش نعداو الايامات جوع اخرين من النهار الثالث نهار التاسع. اللي باش تاكل فيهم 1000 سعره حراريه، يا اله، معناتها من غير ما ياخذ بعين الاعتبار الميزان نتاعك قداش من السن تاكل من سعره حراريه، شنو نمط العيش نتاعك وشنو هي نفسيتك؟ يجيك في ليل ونهار ويقول لك باش تاكل 1000 سعره حراريه، اي حق نسيت، الرجال ينجموا يزيدوا 100 200 سعره حراريه. يرحم والدين ولدي. صحيح فما ناس ماهيش باش تاثر عليهم الحكايه وتنجم تمشي معاهم، لكن هل الناس الكل قالب واحد ما نتصورش. السؤال اللي لازم يتسال مش قداش نقص الميزان. السؤال اللي لازم الابطال الكل تساله قداش نقص ميزان ونجمت نحافظ عليه. علاش؟ خاطر الدراسات اثبتت قد ما تكون النتيجه سريعه قد ما تكون العواقب وخيمه. يا سيدي قال لك 6 على 7 من اللي عندهم ميزان زائد ينجموا يخسروا كميه هامه من الميزان هذا، لكن بعد عام تقريبا من اللي يرجعوا ياكلوا بصفه عاديه 80% منهم يزيدوا ويرجعوا للميزان اللي كانوا فيه. والنسبه هذه توصل حتى ل 85% بعد عامين، وتنجم توصل ل 95% بعد 3 سنين، وفما فيهم شكون حتى وصل زاد اكثر من الميزان اللي كان عليه قبل. يعني نسبه نجاح الرجيم بالطريقه هذه ما تفوتش 5%، وهذا ما يعرف باليويو دايت. نتصور فيكم فما شكون سمع بها الكلمه هذه، واللي ما يعرفهاش ينجم يشرش عليها على جوجل سينوت نحكيو عليها ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. يعني باش يكون الرجيم ناجح ما تغزرش للنتيجه الوقتيه، ما تغزرش كان قدام ساقيك، حاول تغير نمط العيش نتاعك بطريقه تنجم تعيش بها انت، تنجم تدوم وتواصل فيها باش هكاكا تشوف نتيجه تقعد لك على المدى الطويل. يعني ابطال اللي حبيت اقوله لكم ما تجريوش ورا الاسامي، ما تجريوش ورا الحاجات الرنانه، الاسامي الرنانه تبدا على الانترنت، ريجيم درا شنو، ريجيم درا شنيا، حاول تمشي في نمط عيش تبدل به انت طريقه العيش نتاعك، تنجم تدوم فيه، تنجم تعيش به، كان انت تحب تاكل اكثر دهون، تعيش هكاك، تنجم ترتاح انت هكاك تكون لك موتيفاسيون باش انت تبدا في الريجيم هذاك وتشوف ريزلتا، تحب تعمل كيتوجينيك دايت، فازي اعمل كيتوجينيك دايت، كان انت يساعدك اكثر الصيام وتحب الصيام و
وهذا باش يموتيفيك باش انت تولي تاكل اقل. فازي اعمل انترميتنت فاستينغ. كان انت تحب تاكل فيجن فازي كول فيجن. فما برشا انواع نتاع ريجيمات، لكن حاجه برك لازم تاخذها بعين الاعتبار وتحطها في مخ. كان ما فماش ديفيسيت كالوريك، يعني السعرات الحراريه اللي باش تاكلها اقل من السعرات الحراريه اللي يستحقها جسمك، راك ماكش باش تشوف اي نتيجه مهما كانت اسم الريجيم اللي باش تلقاها على الانترنت. لحظة يا أبطال، نسيت ما قلت لكمش حاجة مهمة على الأخر. الفيديو هذي باش نلقاو فيها ديسلايكس بتاع شكون؟ بتاع جماعة الفوريفر، جماعة اللي يشجعوا على الكورة بتاع السيناف. على الفاصل ما تنساش باش تعمل لايك، فرقعوه البوطون بتاع اللايك. ما تنساش باش بارتاجيو الفيديو هذي فيسبوك انستغرام ستوريات الدنيا الكل، واعمل سبسكرايب وشجع الأبطال الكل باش ينضموا الكوميونتي هذي. أنا ما بقالي كان أقول لكم I'll see you next time.